ليكيب اليوم جبت لكم افضل 5 افلام تاع السجون اللي تقدروا تشوفوها. نبداو بالفيلم الاول اللي هو لا بلاتفورم. الفيلم هدايا اسباني فيه ساعه و34 دقيقه من بطوله ايفان ماساغي. والفيلم هدايا ماشي كيما لي فيلم تاع الحباس الاخرين، الفكره ديالو هاربه بزاف. والقصه تاع الفيلم سجن جي عمودي بلي زيطاج، وكاين واحد الطابله كبيره فيها بزاف المواكل، وتبدا تهبط هذيك الطابله من الفوق وياكلوا منها المحبسيه حتى توصل لطاج الاخر. تقييمي الشخصي لهذا الفيلم هو 9 من 10، والفيلم هدايا النهايه ديالو مفتوحه، تما الناس اللي ما تحبش النهايه المفتوحه ما ننصحكمش تشاهدوا هذا الفيلم. نروحوا للفيلم رقم 2 اللي هو بيلا وزيرو. والمده تاع هذا الفيلم هي ساعه و39 دقيقه، والمده هذه كامل تشويخ. والفيلم هدايا من افضل الافلام تاع السجون اللي شفتها في العوام الاخرين. والقصه تاع الفيلم في واحد الطريق منعزل يتعرض ناقل السجناء لاعتداء وحشي، والتم يضطر الشرطي المسؤول باش يقاتل اللي يكونوا داخل الشاحنه واللي برا، وهذا الشيء كامل زيد درجه الحراره كانت تحت الصفر. تقييم ديالو على IMDB هو 6.2 من 10، وانا نشوف بلي هذا الفيلم حقروه بزاف باسكو يستاهل تقييم 8 من 10. نروحوا للفيلم رقم 3 اللي هو The Experiment. والفيلم هدايا فيه ساعه و36 دقيقه من بطوله الممثل الغني عن تعريف فورست وايتاكر والممثل ادريان برودي. والفيلم هدايا تحفه فنيه بمعنى الكلمه، والممثلين اللي فيه كامل هاربين كما الممثل كام كيغاندات وترافيس فيمال. وتدور احداث الفيلم حول مجموعه من العلماء النفسيين اللي قرروا عمل دراسه على سلوك الانسان والتعامل ديالو مع الاخر، من بعد يجمعوا مجموعة من الأشخاص ويحطوهم في السجن ويقسموهم لفئتين، فئة المساجين وفئة حراس السجن. Objects will be deprived of their civil rights. I can't help but think that this says something about us. I think it says we need money. تقييم ديالو على IMDB هو 6.4 من 10 ونشوف باللي يستاهل اكثر. التقييم ديالي الشخصي ليه هو 9 من 10. نروحوا للفيلم الرابع اللي هو بابيون. المده ديالو هي 2 سوايع و13 دقيقه. والفيلم هذا اللي راح نهضر عليه خرج في 2017، باس كاين فيلم واحد اخر قديم خرج في 1973، مي مالغري قديم الفيلم هذاك بصح قوه بزاف. والفيلم هذايا من بطوله شارلي هيومان ومالك رامي اللي بداو بزاف في الدور ديالهم. والقصه تاع الفيلم هانري بابيون تهموه في جريمه قتل ظلما وحكموا عليه بسجن لمدى الحياه في جزيره جايه في امريكا الجنوبيه، وراح لهذا السجن على متن سفينه ولتم تعرف على صاحبه الخطير لويس تيجا. تقييم تاع هذا الفيلم على IMDB هو 7.2 من 10. نروحوا للفيلم الخامس والاخير اللي اسمه برونسون. والفيلم هذا يخرج في 2008 فيه ساعه و32 دقيقه من تمثيل توم هاردي اللي ادى الدور ديالو كما لازم، والاكتور هذايا كل ما يدير فيلم يبدع فيه. والقصه تاع الفيلم واحد الانسان عايش حياه ماشي نورمال، مور ما حكموا عليه بالسجن لمده 7 سنوات، مور ما تهموه بسرقه احد المكاتب البريد، ومور ما جوز 3 سنين في الحبس الانفرادي يكتشف باللي كاين شخص واحد اخر داخل راسو اللي اسمه برونسون. والتقييم تاع هذا الفيلم على IMDB هو 7 من 10. بون خاوتي لحقنا لافان تاع هذا الفيديو، كاين بزاف اللي طلبوا مني باش ندير هذا الفيديو تاع افلام السجون. اذا راكم حابين نديروا فيديو واحد اخر على موضوع واحد اخر قولوا لنا واش من الموضوع نديروا عليه في التعليقات، وما تنساوش ديروا جام وتابوني ولا فايس اذا عجبتكم لافيديو بيان سير. ودوك نخليكم الانستغرام ديالي لهنايا والتيك توك، مرحبا بكم.